الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. بالنسبة لسلطان الطلبة هو مناسبة كيعبروا بها المغاربة قديما وحديثا على عظمة القرآن الكريم وعلى أهمية القرآن الكريم في حياتهم، يعبرون ويؤكدون على أن كتاب الله اللي هو منهج حياتنا، اللي به كنسعدوا وبه كنرتاحوا وبه كنفرحوا وبه كنكونوا وبه كنا وبه غادي نبقاو إن شاء الله. فسلطان الطلبة هو كيعكس هذا الاهتمام ديال كل المسلمين والمغاربة على وجه الخصوص. كانوا تيقولوا دائما تيقول القرآن الكريم تنزل في مكة وجودوا في مصر ولكن تحفظ في المغرب. فالمغاربة تاريخهم تاريخ قرآني صرف، تاريخ القرآن الكريم بالمغرب تاريخ عظيم جليل. فاحنا بهذه المناسبة وكان نستغل كل مناسبة للتأكيد على دور القرآن الكريم في صياغة الإنسان، في بناء الإنسان، في إنشاء الحضارة، في إنشاء المجتمع الراقي اللي كلنا كان تعاونوا فيه، سياسيين من جهتهم، الناس ديال الاقتصاد، الناس ديال الفكر، الناس ديال الثقافة، الناس، وحنا الناس ديال القرآن الكريم. حتى احنا كنساهموا في بلادنا من أجل الدفع بهذه البلاد باش تكون بلاد إن شاء الله بلاد الخير والإيمان. دكتور فوريسي، كيفاش جاتكم الفكرة وشنو الأصل ديال الفكرة ديال هذا الكرنفال ديال سلطان الطلبة، واللي كيعرف صراحة حضور المئات ربما في بعض الأحيان الآلاف؟ المغاربة في كل مناطق، في كل مناطق يحتفلوا بالقرآن الكريم، ماشي اليوم فقط، دائما، لأنهم قرأوا القرآن الكريم ووجدوا أن حافظة القرآن الكريم عندهم أهمية كبرى في كتاب الله عز وجل. أيضا الحديث النبوي الشريف، الأحاديث كلها تتؤكد على أن الله تعالى عنده حباب وعنده الأهل دياله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله أهلين من الناس، أهل القرآن، أهل الله وخاصته. من خلال كتاب الله ومن خلال سنة النبي جهد الاهتمام ديال المسلمين، والمغاربة لهم السبق في حفظ القرآن وفي الاهتمام بالقرآن. ليس الشعب المغربي فقط، ملوك المغرب وأمراء المغرب والشعب المغربي كان دائما في صف القرآن الكريم. في إذا أعطيتكم مثال، مثلا المؤلفات التي ألفت وصنفت في القرآن الكريم، في تاريخ القرآن الكريم، من بينها مثلا مؤلفات ألفها ملوك المغاربة. مثلا عندنا الملك محمد بن عبد الله اللي كان عرشه على فرسه، اللي تيقول وكتب كتاب جميل اسمه مواهب المنان لتعليم القرآن الكريم. هذا الملك مغربي. فالمغاربة ألفوا المؤلفات وصنفوا المصنفات وأسسوا الأوقاف وبنوا المساجد. علاش؟ من أجل دعم القرآن الكريم حتى يكون في صدور الناس، حتى يشيع، لأن حينما تشيع ثقافات القرآن الكريم تشيع ثقافة المحبة، ثقافة التسامح، ثقافة الاحترام، ثقافة الجوار. وبالقرآن الكريم ممكن أن نعيد لهذه الأمة مجدها. إذن احنا كنسعوا من خلال هذا البرنامج، هذا العرس القرآني اللي غادي يكون إن شاء الله نهار السبت القادم، كنسعوا ثلاثة ديال المحاور. أولا كنأكدوا على أهمية القرآن الكريم في صياغة الأمة وفي بناء الإنسان المغربي. كنأكدوا في المسألة الثانية على أننا نتناغم مع تاريخنا ونسير على سنة المغاربة، الكبير والصغير، العيالات والرجال، كلشي. كتلقى الانسان ما كيصليش، كتلقى الانسان مثلا كيزاول المسائل الخايبه، ولكن منين كيجي امام القران الكريم كيحترم كتاب الله عز وجل. المساله الثالثه والاخيره اننا كنسعاو وحنا الامه الانسانيه اليوم تعيش تحديات الفكريه والفلسفيه، كنسعاو نقولوا عباد الله، راه القران الكريم يمكن ان يعيد لهذا الانسان. شباب اليوم الحائر، شباب اليوم مع المخدرات، مع التطرف، مع الارهاب، شباب اليوم في المسائل اللي كنعرفوها جميعا في العالم كتروج، ومنها مع الأسف شديد بعض المظاهر التي تتنكر لإنسانية الإنسان. ف
فالمنقذ من الضلال هو كتاب الله، اللي قال سي فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال ستكون فتن كقطع الليل المظلم، راه غادي تكون واحد الفتن كبرى ومصائب كبرى. قالوا يا رسول الله شنو المخرج منها؟ ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال لهم كتاب الله. فهذه رساله لشبابنا، رساله لبناتنا، رساله لاولادنا، رساله الاطفال، رسالتنا للوالدين ديالنا، الامهات ديالنا، الاباء ديالنا، علموا وليداتكم القران الكريم. فبالقران شعارنا دائما نقوله، بالقران تحلو الحياه، بالقران تحلو الحياه. كما شفتوا معنا مشاهدينا الكرام، دائما على المباشر، دائما على المباشر من مدينه تمارا، وبالضبط من قلب مؤسسه دار البشير، مع الدكتور الفريسي عبد الفتاح. الاخوان غندوزوا للنقطه المواليه، الجهه المنظمه لهذا المهرجان القراني، واللي كتكون في واحد الاجواء ربانيه، بالاضافه الى الجهات المشاركه. الجهة المنظمة هي مؤسسة الحاج البشير للقرآن الكريم من مدينة تمارا، وهي مؤسسة يعني تبنات وتشيدات هذه 23 عام. فنحن الآن داخلين في 24 سنة باش أسست هذه المؤسسة، وهي مؤسسة تعليمية مرخصة من طرف الدولة، من طرف وزارة. وبهذه المناسبة أنا كنشكر الإخوان في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كنشكر المجلس العلمي، المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية، كنشكر كذلك السلطات المحلية اللي كلهم، والحمد لله. وهذه ماشي 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 تملق لحد، حنا ما كان تملق لحد، وإنما نقول راه عندنا الخير في بلادنا الحمد لله، وخص فقط الإنسان وقت البيوت من أبوابها. فكنشكر هذا المهرجان القرآن اللي غادي يكون إن شاء الله اليوم السبت القادم، تنظمه مؤسساتنا بتعاون مع المجلس العلمي المحلي المدينة تمارا، بتعاون مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية، بتعاون مع السلطات المحلية وعلى رأسها عمالة الصخيرات تمارا، اللي غادي ينطلق هذا المهرجان، اللي غادي يتخرجوا حنا كل سنة كيتخرجوا مجموعة من الأطفال ومن الشباب ومن الكبار ومن الصغار كيحفظوا القرآن. هذوك اللي حفظوا القرآن وختموه في هذه السنة غادي نخرجوا بهم إن شاء الله نهار السبت كعادة المغاربة في ذاك العرس الجميل، مع التهليلات ومع التكبيرات، ونحمد الله عز وجل وننشد الأغاني والأناشيد التي درج عليها المغاربة في الاحتفال بالقرآن الكريم. احنا ماشي خلقنا هذه المناسبة، هي مناسبة كانت دائما موجودة في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب، ومناسبة تتكرر في بلدان إسلامية كثيرة، لكن نحن أحييناها ودفعنا بها حتى نخرجها إلى حي الوجود، ولقت الحمد لله إقبال كبير من الناس. كثير من الناس من كيشوفوا ذاك المناسبة كيسولوا على المؤسسة أو مؤسسة أخرى، وكيفاش نعلموا وليداتنا القرآن الكريم، لأن لقينا الوليدات من كيتعلموا القرآن الكريم، هذه رسالة للإخوان جميعا، ثقافتهم كتكون صلبة، عربيتهم كتكون سليمة، الإقبال ديالهم على المواد الأخرى وعلى اللغات الأخرى. شي الوليد إلا حفظ القرآن الكريم غادي تسهل عليه الفرنسية، تسهل عليه الإنجليزية، تسهل عليه اللغات الأخرى، تسهل عليه العلوم. فهاد الوليدات حينما يقبلون على القرآن الكريم أكثر من هذا وذاك، حينما يقبل الإنسان على القرآن الكريم يقبل على مصدر الخيرية في الإنسان. فحينما يقبل الإنسان، الشاب اللي كيحفظ القرآن الكريم راه كيدوز المراهقة ديالو وكيكبر، ولكن غادي يرجع لكتاب الله، غادي يرجع للأخلاق، تيكون سبحان الله خلقه خاص، تيكون الطريقة ديال التعامل مع خاص. فبالقرآن إن شاء الله كيمكننا الشباب ديالنا نبعدوهم على كل متاهات الخطيرة التي تعاني منها الإنسانية اليوم. السيد الدكتور عبد الفتاح الفريسي دائما معنا على المباشر من مدينة تمارا، تحدثنا على التاريخ اللي هو يوم السبت القادم، اليوم الأربعاء، بقى الخميس والجمعة، الاستعدادات على قدم وساق. كنهضروا على مؤسسة دار البشير والحدث الكبير اللي كتميز به، ألا وهو هذا الحفل الكبير. النقطة اللي كنبغي نأكد عليها دائما السي عبد الفتاح، بالموازاة ديال حفل القرآن، وما يميز مؤسسة دار البشير بالخصوص، ألا وهي الوليدات في الرابع ابتدائي، الخامس ابتدائي، وعلى أبعد تقدير المستوى السادس ابتدائي كيكونوا حاملين لكتاب الله. ما السر في ذلك؟ أنا هذه دعوة للإخوان والأخوات يزورونا في مؤسسة الحاج البشير، اللي هي جات بين الرباط وتمارا. هي مؤسسة عندها مجموعة من البرامج، من برامجها
التعليم العتيق. عندنا برنامج تعليم العتيق. شنو هو التعليم العتيق؟ وليدات كيدخلوا عندنا في الروض كيقراو عندنا في الروض وكيقراو عندنا الابتدائي بحال اي مدرسه، تيقراو جميع المواد اللي كيقراوها الوليدات في المدرسه. شنو اللي عندنا احنا التميز؟ انهم بالاضافه لما يقراوه التلاميذ في المدارس الفرنسيه، اللغات، الرياضيات، كل هالمسائل، كنزيدوهم احنا مسائل اخرى كيحفظوا القران الكريم معنا. ملي كيدخلوا في الروض الاول ابتدائي، ثاني ابتدائي، ثالث ابتدائي، رابع ابتدائي، خامس ابتدائي، كيختموا القران كاملا. معناه ملي كيشد التلميذ عندنا السادس ابتدائي كيختم، كياخذ شهاده من المجلس العلمي، هي اللي كيدوز له، كيعطيه شهاده حفظ القران كاملا. تخيلوا معي واحد عنده 11 عام او 12 عام وحافظ القران، كيف يكون الاخلاق ديالو؟ كيف غادي تكون التصورات ديالو؟ كيف غادي تكون المعاني اللي في قلبه؟ كيف غادي يكون الاحترام ديالو للجيران؟ كل نهار كياخذ ايه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تخيل معايا 5 سنين وهو يعيش في هذه القيم الحضاريه الكبيره في القران الكريم. باش دير دراسه اسلاميه تيكون من بعد الخمسه، تيكون من 3، الفوج الاول من 3:30 ل5:30، والفوج الثاني اللي بغى ما يقراش في النهار من 3:30 ل5:30 كيجي عندنا من 6:30 ل8:30. اش كيتعلموا؟ كيتعلموا الدراسه الاسلاميه، تيحفظوا في القران الكريم، هذا الكبار تيحفظوا القران الكريم كل عام واحد المجموع، واحد العدد من الاحزاب تيحفظوا القران الكريم، كيتعلموا علم التجويد، كي ياخذوا مجموعه من العلوم، العلوم الدينيه كالفقه، الحديث، التفسير، القراءات، التجويد، التصوف، هذه مجموعه من 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 العلوم كيدرسوها الاخوان والاخوات اللي كيجيو يقراو عندنا. واللي ما قدرش يحضر عندنا، عندنا الدروس ديالنا كلها عن بعد، تيمكن الانسان في داره يشوف مباشره الدروس التي تلقى هنا، يشوفها مباشرة وهو في داره. واللي ما قدرش يشوفها مباشرة، هذه الدروس نسجلها ونضعها في منصة، واحد بلاتفورم خاصة بالمؤسسة. فهذا هو البرنامج الثاني، برنامج دراسة إسلامية. عندنا برنامج ثالث في هذه المؤسسة، هو برنامج اليافعين، الأطفال اللي كيقراو في المدارس وما وبعاد علينا أو كيقراو في مدارس أخرى، احنا فاتحين لهم الباب يوم الأربعاء في العشية أو يوم السبت في الصباح والحد في الصباح، باش يجيو كيتعلموا في هذه المدرسة الأسبوعية مرة في الأسبوع ولا جوج مرات في الأسبوع، كيتعلموا مجموعة من الدروس في التجويد، في حفظ القرآن الكريم، في القيم الإسلامية، في السيرة النبوية. مرحبا. دكتور عبد الفتاح الفريسي، صراحة مجموعة من النقط اللي ما كناش عارفينها عرفنا اليوم الحمد لله. مؤسسة دار البشير عندها واحد الصيت كبير، وكانوا الناس الحمد لله باغيين يعرفوا مجموعة من المعلومات. اليوم كنأكدوا احنا على المباشر وان عندنا موعد يوم السبت ان شاء الله القادم. بالنسبه دكتور الوقت معاش غادي تبدا ان شاء الله الحفل، ان شاء الله الحفل ديال عرس القران الكريم غادي يبدا ان شاء الله مع العشران، يا نهار السبت الجاي. وانا بهذه المناسبه ادعو الساكنه ديال مدينه تمارا، ادعو الساكنه ديال الجهه كلها، جهه الرباط، سلا القنيطره، باش يحضروا معنا. الحضور ديالهم كيشجعنا، الحضور ديالهم كيزيد يدفعنا لقدام، الحضور ديالهم كيزيد يبين الاهميه للقران الكريم. الحضور ديالنا اللي مهم جدا في هذا الوقت اللي كنشوفوا القران كيتحرق، في هذا الوقت اللي كنشوفوا القران كيدنس، الحضور ديالنا جميعا كيحمل رساله سلام، رساله المحبه. الحضور ديالنا جميعا هو رد على كل من تسول له نفسه أن يسيء لديننا ولثقافتنا. حينما نحضر وندعم مثل هذه البرامج الواعية، برامج البناء في هذا البلد الأمين، هذا البلد العظيم، حينما نحضر ونشجع مثل هذه البرامج، لا شك أننا ندعم ثقافتنا وندعم هويتنا وندعم فكر التشبث بالأصول الثقافية التي تتأسس عليها حضارتنا المغربية. كانوا دائما يقولون لي ما تفعلون هذا. أنا أستحضر مثل جميل، مثل يقول أحدهم فيه: عوض أن تلعن الظلام أوقد شمعة. فنحن في هذه المؤسسة عوض أن نلعن الظلام وأن نلعن الظلم، اخترنا
أن نوقد شمعة بل شمعات. فهذه السنة إن شاء الله نهار السبت غادي نشوفوا 32 وليد حافظ القرآن الكريم، ختموا القرآن كاملا، وغادي نشوفوا 20 سيدة حفظات القرآن خلال هذه السنة كلها ختموا القرآن كاملا. هذه دعوة لجميع الإخوان والأخوات في هذا البلد الأمين وفي هذا الجهة الجليلة من البلاد ديالنا، باش نأكدوا دائما على أن نختار القرآن الكريم ونساهم في خدمة القرآن الكريم ونسعى للقرآن الكريم. فحياتنا ظلام بغير القرآن، حياتنا شقاوة بغير القرآن، حياتنا جمال بالقرآن الكريم. هذا ماشي ديماغوجية، هذا كلام صح، كلام صح. رأى القرآن الكريم بقيمه وبثقافته وبحضارته وبمراميه وبأوامره وبنواهيه، ما ترك القرآن الكريم شيئا يدخل الفرحة علينا إلا وأمرنا به، وما ترك شيئا يسيء إلينا إلا. فإذا رأينا اعوجاجا في الأسرة اليوم، إذا رأينا اعوجاجا في الشباب اليوم، فهذا سببه غياب القرآن الكريم، لأن الشاب الذي يحفظ القرآن الكريم لا يمكنه إلا أن يحترم إخوانه، لا يمكنه إلا أن يكون بارا بوالديه، لا يمكنه إلا أن يكون ساعيا للخير مع جيرانه الذي يحفظ القرآن. ولكن ليس الحفظ فقط، هنا مسألة مهمة جدا، نحن في هذه المؤسسة لا نركز فقط على الحفظ، وإنما نركز على الحفظ مع المعاني. ولذلك كان دائما شعارنا في المؤسسة ننطلق من إقامة المباني إلى استبصار المعاني، نقيم المباني، الكلمات كنجودوا مزيان الآيات، ولكن ما بقاش في التجويد، تجود الآية وتقراها مزيان، خصك ما غاشي تقراها بلسانك مزيان، تقراها بسلوكك بأخلاقك بأفعالك. ولذلك القرآن الكريم هو المعول عليه لتعود لهذه الأمة إن شاء الله مجدها، ليعود لهذه الأمة مجدها، ليعود لهذه الأمة سعادتها، ليعود لأمة ثقة. عندنا كل شيء، عندنا هذا القرآن الكريم، ما ترك شيئا إلا ودعا إليه. تخيل معي يا أخي الأستاذ، مرة ابن سينا الطبيب المشهور المعروف سولوه قالوا له أنتم ديما مصدعين تقولوا القرآن الكريم كل شيء فيه، كل شيء في القرآن، وقول إن أنت إذا طبيب واش القرآن الكريم تكلم على الطب؟ قال له وكان، قال له القرآن الكريم ماشي تكلم على الطب فقط، اجمع الطب كله في نص آية، ما خسرش عليه حتى آية واحدة. قالوا نص آية، قالوا نص آية جمع الله تعالى فيها الطب كله، علم الطب. قالوا شنو هاد آية؟ قالوا الله تعالى تقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وتخيلوا المعدة هي بيت الداء. النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما في شريف علم الإخوان والأخوات اللي متابعيننا اليوم اللي كنرحبوا بهم إن شاء الله نتسناهم نهار السبت، تيقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما ترك ابن آدم وعاء شر من بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقيمنا صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. كثير من الناس كيسحب اليوم رحنا كنخلعوا الناس ولا كنخوفوا الناس. احنا يا اخوان احنا كنجيو نتعنقوا واجيو عندنا وجلسوا معنا، وغادي تشوفوا بان الاسلام شيء جميل، بان القران شيء عظيم، وغادي يندم الانسان على الماضي الذي قضاه بعيدا عن القران الكريم. فاجدد الترحاب بكم جميعا الاخوان والاخوات، وباسمكم جميعا كنشكر كل الاخوه المتعاونين، الإخوان في الصحافة، الإخوان في السلطات المحلية، الإخوان في المجلس العلمي، الإخوان في وزارة الأوقاف والأخوات طبعا في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الأسرة ديال الحاج البشير الله يرحمه، هذا الرجل اللي كان أحب القرآن الكريم. شكون هو الحاج البشير؟ الحاج البشير رجل كان فقيرا ولكنه سبحانه كان عنده وطنية وحب للقرآن الكريم، ودمر وخدم حتى كون واحد الثروة كبيرة، ولكنه سعى إلى استخدام هذه الثروة التي أكرمه الله بها سعى في الخيرات، بنى هذا المسجد الحاج البشير اللي هو من أكبر المساجد لكن في الجهة، بنى هذه المؤسسة، ولدت غادين اليوم على هذا المنوال، على هذه السنة. طلب الله سبحانه وتعالى يحفظنا. احنا القرآن الكريم احنا كنا في المغرب
عندنا البربر، عندنا العرب، عندنا مختلف المشارب، عندنا الناس ديال الشمال، عندنا الجباله، عندنا الصحراوه، عندنا سواسة، عندنا ناس شلوع الخميسات، عندنا طنجة، عندنا. ولكن كيفاش كنا امه واحده بالقران الكريم اللي تيقول الله تعالى، اعيد الايه الجميله اللي قال فيها احد الامريكيين، قال لك كون هذه الايه عندنا نزلت علينا كون كتبناها بماء الذهب. الله تيقول فيها الله، يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. شنو غادي نديروا نهار السبت يا استاذ؟ نهار السبت ان شاء الله مع العشره، هذا هو السؤال اللي يمكن اللي بغيت تقول. نهار السبت مع العشره غادي نتلاقاو، وغادي ان شاء الله نبداو الحفل من نجمعوا ان شاء الله. المنطلق غادي يكون بالقران الكريم، نقراو القران الكريم، نقراو ايات من القران الكريم جماعه، عيالات ورجال كل شيء حاضر معنا ان شاء الله، والاطفال جيبوا وليداتكم ولبسوهم لباس الاعتزاز بالوطن ديالهم بالبلاد ديالهم، وكيكون نشيد الوطني. ثم ينطلق ان شاء الله، ينطلق الكرنفال، ينطلق ان شاء الله في مسار حول هذه المؤسسة. وهنا كنشكر بالمناسبة، كنشكر السلطات المحلية وشكر عملات صخيرات تمارة اللي غادي اللي كتساعدنا في كل سنة، في كل مهرجان كتساعدنا وكتوقف معنا. طلبوا الله سبحانه، غادي ينطلق الموكب في أهزيج، في 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 أغاني، في أناشيد، في أمداح نبوية، في هزيج فولكلورية إن شاء الله. غادي نخرجوا في واحد المسار معين سطرناه حول هذا المسجد، ثم نعود إن شاء الله ونختم هذا الحفل بكلمات بالمناسبة وبالدعاء لأمير المؤمنين وحامي حمال ملة الدين جلالة الملك محمد السادس نصره الله تعالى وأيده. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلوس، أكثر من مجرد خبر.